بالنسبة لموضوع رحم المرأة أو نطاف الرجل، هدول ما بيصيروا إلا بعقد شرعي نظام. فلا نطاف الرجل بيصير إنه تنعطى لغير زوجته الشرعية، ولا رحم المرأة بيصير ينعطى لغير زوجها الشرعي. فبالتالي كل ما يسمى استئجار رحم فهذا حرام شرعا، حرام شرعا، ما بيصح، ولا يثبت من وراءه لا نسب، ولا يثبت من وراءه علاقة زوجية. فهذا حرام شرعا، لا يصح، والله أعلم.